الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة اثنين سبعة حب الذات الروح تحب ذاتها أنا أفضل كلمة الإنسان لأن هذه النشأة ليس الروح فقط الإنسان روح وبدن الروح لوحدها لا تتكامل يجب أن تكون متعلقة بالبدن وهذا البدن يساعدها على التعيون باستعدادات هذه الاستعدادات هي التي تعطيها مساحة التكامل فالإنسان أحسن يعني الإنسان يحب ذاته غير أن حب الإنسان للذات هذا ليس حبا ساكنا بل ديناميكيا حيويا حركيا بمعنى أنه ثمة ميل إلى التكامل موجود في ذات الروح قابلية التكامل ضرورة هذه النشأة نعم فالإنسان لا يحب ذاته هنا رجع إلى الإنسان وهذا هو الصحيح فالإنسان لا يحب ذاته فحسب بل هناك في ذاته حب للتكامل ونزوع نحوه يقول يعني الإنسان ليس هو الذي أراد أن يتكامل لا التكامل ذاتي في خلقته وإن حب الكمالات هو من شؤون حب الذات حب الذات الذي هو في طور التكامل وليس الذي يظهر في مدد زمنيه خاصه فالانسان انما يريد فعل شيء انما لانه يحب كماله طبعا هذا الحب دافع وليس هو ملاك الاخلاقيه من الدوافع وليس ملاك الاخلاقيه ملاك الاخلاقيه هو تناغم الفعل الاخلاقي بجميع مكوناته الدافع احد مكوناته مع القانون الأخلاقي نعم فالإنسان إنما يريد فعل شيء ما لأنه يحب كما له وهذه الإرادة هي في الواقع الأمر تبرور لهذا الحب الذي لنفسه ولكمالته يعني الإرادة تحب الخير الذي يورثه الكمال هذا كذلك مقبول حب الذات كدافع نعم وليس كملاك للأخ الأصل الثامن نزوع الروح إلى اللانهائية، نعم الإنسان عاشق بإرادته للمطلق، للخير الأعلى. إن حركة الروح حركة الإنسان أحسن. أحسن، الإنسان تؤمن البدن، أما الروح لا تؤمن البدن كلفظة إن حركة الروح تتجه صوب اللانهاية. لأنك إذا قسمت الغايات، إلى غاية نهائية وغاية متوسطية فتجد الغاية المتوسطية لا تشبع الإنسان فنحتاج إلى غاية إذا لم تشبع الإنسان تصير متوسطة توسطية وهكذا حتى نصل إلى الغاية التي تشبع الإنسان تماما وهي الغاية اللانهائية بمعنى أن نزوع الروح هذا إلى الكمال لا يقف عند أي حد دين. بل لعل من ميسورنا القول ان الروح نفسها هي حركه نحو اللانهايه بل ان النفس اساسا موجود ينطوي في اعماق ذاته على المين نحو الكمال الذي لا نهايه له انا افضل الخير المطلق الخير لا متناهي وليس الكمال نعم يعني ملاك الكمال هو الخير فالشيخ مصباح يضع المحراث قبل الثيران لا ضع يضع يعني قبل الثيران فالمحراث يجر الثيران لا اجعل المحراث بعد الثيران نعم الكمال متفرع على الخير نعم قد لا يعرف هو كماله يعرفه لانه يعرف بالمعرفه الاوليه المعرفه الثانويه التي تنتج تنتج من المجتمع من البيئه من التربيه من الاحزاب من السياسه من الانتماءات الطائفيه والدينيه تغطي المعرفة الأولى تبقى فضفاضة نعم نعم قد لا يعرف هو كماله غير أن النزوع الدائم إلى كسب المزيد من الكمالات و... وعدم القناعة بأي مقدار منها موجود على أي حال في وجود الإنسان ولو بشكل فضفاض قاعدة كذلك مقبولة بدون هذا هذه الغاية اللانهائية آه لا معنى للاخلاق وهنا أضيء لك مسألة تتصل بهذا الأصل أن الإنسان يتجه نحو الخير الأعلى يعني اللانهائي عندنا هنا مثلث عندنا القانون الأخلاقي الذي يلزم الإنسان يلزمه ولا يجبره وعندنا الإنسان في بنيته الخلقية عاقلة وغرائز وإرادة ودافع حبي ثم الوسائل ثم القوه العامله الفعل ثم الغايه التي هي الخير الاعلى ولا تناهي ما عدا القانون وما عدا العاقله وحريه الاختيار يعني الاراده هذه شروط سابقه الغايه كذلك تدخل في الفعل يعني من مقومات الفعل اذا وصل الانسان الى الغايه تناهى فيها هنا صار القانون والغاية والفعل حقيقة واحدة صار المجموع على المثلث حقيقة واحدة نعم القاعدة التاسعة المراتب الطولية والعرضية للروح الـ هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى ملكة الإنسان. هنا لو قال المراتب الطولية والعرضية للإنسان أحسن، لنا راح يتحدث عن الغرائز. والغرائز لا تمت صلة ب بالروح، بالإنسان. ثم الإنسان يوظفها لصالح تكامل الحقيقي الذي يليق بروحه، هذه مسألة أخرى. إن للروح مراتب طولية وشؤونا عرضيه عرضيه ليس عرضيه عرضيه في مقابل الطوليه ما يعني فسر ان النفس على انها موجود واحد بسيط وهي وجود ذو مراتب يعني شؤونات والمراتب التي يذكرها الفلاسفه للنفس عاده هي الحسيه والخياليه والعقليه ومع أننا لا نؤكد على عدد هذه المراتب فإن للنفس إجمال المراتب وأن لبعض تلك المراتب على الأقل قد يكون لجميعها شؤون شتى فشأن النفس في مرتبة الحس مثلا لا يرتبط بالمبصرات وحسب بل من المسموعات والمشمومات والمشموم أيضا هذا ال الكلام في اللغة الفارسية قد يكون مستساغا في اللغة العربية ليس مستساغا يعني العرفي لا يفهم بأن السمع من الحس واللمس من السمع نعم فإن مرتبة الحس مثلا لا يرتبط بالمبصرات وحسب بل بالمسموعات والمشمومات مشمومات أيضا اللغة العربية لا تقول هكذا تقول فشأن النفس في مرتبة الحس مثلا ترتبط بالمبصرات وبالمسموعات والمشمومات أيضا وبسائر الأمور التي ترتبط بها مختلف الحواس فليس للروح في مرتبة الحس شأن واحد إذا ثم كثرة في مراتب الروح من حيث شدة المرتبة الوجودية وضعفها وكثرة في شؤون كل مرتبة شؤونات متعددة نعم وهذه كلها تدرس أين في علم النفس الفلسفي أو علم النفس التجريبي وهذه الشؤون هي في عرض بعضها وليس بينها شده وضعف. فليس للمبصرات على سبيل المثال علاقه طوليه وعليه ومعلوليه بالمسموعات. لا ابدا يعني المبصرات ليست عله للمسموعات والمسموعات ليست عله للمبصرات، كل في دائرته هي دور. بل هي في عرض بعضها يعني منفصله. فالذات الحاصله للروح في كل مرتبه كثيرة ومتنوعة جدا، كما أن الكمالات المتولدة لها متنوعة الأخرى بتنوع متعلقاتها، نعم. أنا ألتذ بسماع الموسيقى، مرة ألتذ بمنظر جميل، مرة ألتذ بالملموس. أضع يدي على ماء بارد في قلب الصيف في نهر هكذا، وأغطس شعر لذة لمسية. يعني شورات متعددة للنفس، هذه أمور مسلمة في علم النفس التجريبي. القاعدة العاشرة دور التفاء التفات النفس إلى مراتبها وشؤونها في طلب كمالها. مرة يعبر بالروح بالنفس نفس الشيء. أنا أفضل بالإنسان. دور التفات الإنسان إلى مراتبه وشؤونه في طلب كماله. طريقة تبلور الفعل الاختياري التالي يعني يبين لك مراتب الفعل الاختياري حتى يتعين ويوصلك الى الكمال وهو التلبس بالخير الذي يورثك اتساع الوجود وهو الكمال والسعاده والهنأ ما هي هذه كيف يتبرر الفعل الاختياري ان الروح قول الانسان افضل ان الروح في احد مراتبها تلتفت إلى واحد من شؤونها سواء كان هذا الالتفات تلقائيا عفويا من ناحية الروح نفسها أم بسبب المحفزات الداخلية والخارجية والعوامل الخارجية الجاذبة وعادة ما يكون الالتفات في النفوس الضعيفة من النوع الثاني يعني العوامل الخارجية والعوامل الخارجية بدورها تشمل تفاعلات الجسد والمحفزات الخارجية على حد سواء يعني أنا جيعان أرى تفاحة سريعا أتحرك لتناولها لحد محفز خارجي يعني عامل خارجي مرة لا محفز داخلي الجوع يحرك لي نحو الطعام هذه أمور كلها تدرس بالتفصيل في السيكولوجيا التجريبية كان كان تطرأ على الجسد نفسه تغيرات تعمل على توجيه انتباه النفس الى شيء ما كالجوع الذي يثير انتباه النفس الى الطعام او افراز بعض الهرمونات التي يلفت انتباه النفس الى امور معينه امور يعني مثلا الجنس الجنس الانسان اذا وصل الى حد من النضج النطفي او البويضه تنضج تاتي الرغبه الجنسيه من المراه ومن الرجل نعم اذا تمت العمليه المباركه ياتي الولد اذا لم ياتي الحيض وهذه امور لماذا نخفيها هذه حكمه الله تعالى نعم ولهذا هو ما ذكرها يقول او افراز بعض الهرمونات التي يلفت انتباه إلى لامور معينه كالجنس فهذه عوامل بدنيه وقد تعمل محفزات محفزات خارجية على إثارة إنتباه النفس لشيء كسماع صوت أو سطوع نور أو هبوب رائحة فهي على أي حال أمور خارجية تلفت إنتباه النفس إلى شيء ما فإن أثير إنتباه النفس إلى مرتبة من مراتبها حسية خيالية عقلية روحية ميهم وفي تلك المرتبة إلى شأن من شؤونها ينشأ هذا النزوع الخاص للنفس إلى كمالاتها ضمن هذا الشأن الخاص بالتحديد أي عندما تريد نيل الكمال المتعلق بهذا الشأن فإنما تطلب النفس التفرج على منظر جميل حينما يلفت انتباه إلى هذا المنظر من حيث أن التفرج عليه كمال للقوة الباصرة وان جاءت جاء طلبت كمالا وهو الذي يحصل للنفس في المرتبه الحيوانيه لبقاء النوع نعم اثر تناول الطعام هذه كلها لها ملكات واقعيه تنتمي الى العنايه الالهيه نعم فان التفات النفس الى شان من شؤونها اذن هو الذي يدفعها الى الالتفات بالفعل المفضي الى حصول الكمال المرتبط بهذا الشان مره تلتفت غريزيا لا تحتاج الى معرفه مره تلتفت بالمعرفه يعني بالعقلانيه هنا تدخل الاخلاق وكذا الحال بالنسبه للامور المعنويه فليس في مقدور المرء نيل جميع كمالاته المرتبطه بشؤونه المختلفه في ان الواحد لانه من الناحيه العمليه لابد ان يقع التزاحم بينها الذي اسميها انا دوائر الخير نعم ولو افترضنا جدلا أن النفس قادرة على الالتفات إلى بعض بضعة بضعة أمور في وقت واحد فإنها ستعجز عن إشباعها جميعا فإنها ستضطر شاءت ستضطر شاءت أم أبت إلى اصطفاء بعض ميولها المختلفة وشؤونها المتباينة لتشبعها يعني يجب أن تختار بين الدوائر هذا الحديث كله صحيح لا نخالف فيه الشيخ نعم متجاهله بعضها الاخر وبالنظر لاتساع نطاق شؤون النفس المختلفه والعلاقات المتعدده المكونه لهذه الشؤون وكذا العلاقات الفرديه والاجتماعيه والاواصر القائمه بينها وما يوجد بين هذه الشؤون من استكاك وتعارض يصبح اختيار الاصلح والاقرب الى الكمال الحقيقي للنفس امرا معقدا ومعضناً نعم هنا نحتاج الى العاقله يعني الى الاستدلال الى التفاهم الى التحليل والتركيب هنا العاقله العاقله تبين للاراده هذا هو الخير هذا يسميه الترجيح العقل النهائي ثم الاراده باعتبارها حره ميتافيزيقيا يمكن ان تلتزم ولا تلتزم هذا شانها نعم العقل يقول لها السين وهي تروح ضد السين لها ذلك في تكوينها هكذا لأنها ماذا؟ يعني تحاسب على مسؤوليتها وإن وضع صيغة تحدد في كل كل آن وحال أي الأعمال أصلح وبأي صورة ووفق أي خصوصيات له أمر خارج عن طاقة الناس العاديين وإدراكهم من أجل هذا نحن نعتقد أنه لا بد من الوحي لتبين الكثير من القيم الخلقية لأن تبين إلى تبيين تبيين ليس التأسيس يثيرون فيهم دفاء العقول نعم لتبيين الكثير من القيم الخلقية لأن العقل بمفرده عاجز عن وضع هذه السياق بدقة في نقطة هنا شيخ بصباح لم يشر إليها أساسية في فلسفة الأخلاق الإنسان في تعامله مع دوائر الخير دائما يعرف الخير الصحيح دائما يدرك الخير الصحيح هذه المعرفة الأولية تسمى. استيقنتها أنفسهم وجحدوا بها. الجحود يأتي في المعرفة الثانية. المعرفة الثانية بيئية، حزبية، دينية، طائفية، تربوية، عرقية، قبائلية. تغطي تلك المعرفة الأولى وتترجح. فالإنسان يروح إلى الهوية. نعم، يروح إلى الهوية. أبو جهل صرح، أبو جهل يسأل أحد زعماء قبيلة عربية في غزوة بدر يقول له أنت تشك في نبوة محمد؟ يقول له أبداً هو الصادق الأمين يقول له لماذا تحاربه؟ يقول لماذا ليس في أنا هنا عنصر الحسد ويعرف المعرفة الأولية ضرورية للإنسان هذا مقتضى العناية الإلهية ثم يأتي الحسد ماذا يقول الحسد؟ يقول النبوة ليس فيه في أنا رحت كيف هذا المطلب مفتاح أساسي في فهم فلسفة الأخلاق وتفسير الظواهر الاجتماعية لماذا هذا يعرف الحق ويعمل على خلافه بل يعاديه ويحارب ويموت في في مقابله تتحير انت والله تتحير هذا هو الاصل هذا هو الاصل المعرفه الاوليه موجوده المعرفه الثانيه هي المصيبه وهي التي دمرته ومهما يكون من امر فان احدى المبادئ الموضوعه للاخلاق الاسلاميه هو ان الانسان يستطيع بالالتفات الى نفسه ان يوجه فعله نحو الله او في الاتجاه المعاكس. نعم. وهو لا ينتهي الى قرب الله الا اذا كان سلوكه ذا وجه إلهية يعني يرجح الخير الذي يليق بطبيعته تقتضيه، طبيعته حقيقته وهو الحقيقه وهو الواقع الخارجي نعم هو ان الانسان يستطيع بالالتفات الى نفسه ان يوجه فعله نحو الله او في الاتجاه المعاكس وهو لا ينتهي الى قرب قرب الله الا اذا كان سلوكه ذا وجهه الهيه نعم او الاتجاه المعاكس لانه مختار نعم وحيث ان منشا فعل الفعل فعل الانسان ارادته هذه مسلمه وحيث أن إنه لا إرادة دون معرفة فإن كان لمعرفة العبد بالله و كان لمعرفة العبد بالله وكسب رضاه أثناء عبادة العبد باعث إلهي باعث إلهي هذا اسم كان فإن كان باعث إلهي لمعرفة العبد بالله وكسب رضاه أثناء العبادة كانت كانت نعم جواب إن الشرطية كانت وجهة وجهة عباده إلهية على أن الفوائد هو الذي يحدد وجهة وجهة سير الإنسان على أن الفوائد هو الذي يحدد نفهمت أنا هذه العبارة على أن الفوائد فوائد هو الذي يحدد وجهة سير الإنسان وإن التفات الروح هو الذي يمنح الأفعال أفعال وجهتها، وجهتها، ولهذا تنهض النية، تنهض النية بدور أساس في النظام القيم الإسلامي، هذه العبارة أنا لم أفهمها على أن الفوائد هو الذي يحدد وجهة سير الإنسان، فوائد، فائدة أم الغاية؟ الفائدة دائما ما يقع في الطريق، تقول هذا القلم غاية ما هو؟ كتابة الكتاب، وهذا فيه فائدة في الطريق. ما الغايه ليست فائده لا ادري هذه مرات العبارات الفارسيه غير دقيقه او الترجمه غير دقيقه على ان الفوائد هو الذي يحدد هي التي تحدد فوائد وجه سير الانسان ليس الفوائد وانما الغايه هي التي تحدد وان التفت الروح وهو الذي يمنح الافعال وجهتها ولهذا تنهض النية بدور اساسي في النظام القيم الاسلامي عبارة أصلا غير موصلة مربكة بربرية متوحشة لا قيمة لها إذن الغاية هي التي تحدد المسار نعم ثم هدا هذه الهداية لا معنى لها بدون غاية وهي الحياة في كلف الله تعالى رضوان الله الأكبر هذه الأمور واضحة جدا عقليا قرآنيا عقديا القاعدة الحادية عشر ضرورة توجه كمالات القوى الهابطة للنفس نحو الكمال النهائي لا هي لا تتوجه نحو الكمال النهائي أبدا هي تشغل تشتغل في دائرتها مسكينة يعني أنت غريزة الأكل تتوجه, تتوجه تتجه نحو رضا الله لا أبدا الحياة الطيبة العيشة الرضية لا الغريزة تريد مقتضاها هكذا هندست في العلاية الإلهية الإنسان بقوته النفسية بقوته الكمالية يوظفها نعم يوظفها بما يوافق الكمال الأرقى أسلفنا أن كل فعل اختياري ينبع من التفات خاص للنفس ويفضي إلى كمال من كمالتها في مرتبة وشأن خاص نعم النفس لا تتحرك بنحو الكلية والفضفضية لا تشخص الكمال وهذه الكمالات الحاصلة للنفس هي كمالات لذلك الشعر من النفس بالذات يعني إذا جاء من يشبع غريزة الجوع الأكل فالأكل كمال بالنسبة لهذا الغريزة فيبقى النوع في العناية الإلهية يبقى النوع حتى يتكامل وهي بالطبع كمالات بالمفهوم الفلسفي للكلمة نعم يعني خروج من القوى إلى الفعل لكنها ومن حيث توفر جوهر النفس على مراتب أعلى أيضا لا تكون دائما ذات أثر في تكامل الأخير فالأكل مثلا يمثل بالأكل غريزة الأكل يؤلف شأن من شؤون المرتبة المادية للنفس حيوانية وهو شأن المتصل بتناول الطعام لبقاء الذات وإن لنا أن نعده كمال للنفس هذه المرتبة المتعلقة بالبدن والمرتبطة بهذا الشأن لكنه كمال نسبي نسبي بالنسبة إلى الكمال الحقيقي بالنسبة إلى الكمال الحقيقي نسبي هنا يعني قياسي نعم ولا تكون هذه الكمالات بحق كمالات للنفس حقيقة إلا إذا أثرت في جوهر النفس بكليته وبجميع مراتبه المختلفة يعني اعتدال القوى الإنسانية بمعنى أن يكون لكمال النسب في هذه المرتبة وهذا الشان أثر في أن تتكامل النفس من حيث كونها موجودا واحدا لمراته إذا الأكل والجماع والشرب و و و من مقتضيات الغارزة لها في نظام العناية الإلهية غاية واحدة بقاء هذا البدن يعني بقاء النفس متعلقة بالبدن وإلا افترقت وضيعت فرصة التكامل هذه الغاية كيف تتحقق هذه الغاية بقاء الذات حتى لا يفنى الانسان تتأسس هذه الغرائز في نظام التكوين طاقة تاضي غايتها لوحدها بدون علم وبدون تخطيط وبدون أي شيء حتى إذا ترقنا إلى الحيوان الذي له الوهم كذلك قهرية وليست عقلية إرادية اختياريه اختياريه، وبالتالي تخرج تخصصا من الأخلاقية مطلقا مطلقا. نعم، وبالطبع إن إن حظي ما يتصل بالمراتب الهابطة يعني الحيوانية للنفس باهتمام أصيل فستهبط النفس إلى تلك المرتبة المرتبة تهبط لا تتنزل. ومن ثم فإن حصيلة هذا المبدأ هي أن الكمالات النسبية المتعلقة بالقوة الهابطة للنفس يعني القوة الحيوانية لا تكون كمالا للإنسان حقيقيا. يعني. كمال للغريزة فقط لبقاء الذات إلا إذا ساعدت هنا يأتي الاستثناء. يعني هذه توظف لغاية عليا. نعم هنا تكتسب الحسن النسبي وليس الحسن الذاتي. لأن الحسن الذاتي دائما في الأفعال الاختيارية العاقلة والاختيار إلا إذا ساعدت على سير النفس نحو اللانهاية ولم توقفها في مرتبة ما ولم توقفها في مرتبة إذا مقتضيات الغريزة تكتسب الحسن النسبي وليس الذاتي لأن ليس أفعال اختيارية يعني باعتبار أن الإنسان الفاعل الواعي المختار وظفها في طريق كماله اللانهائي يعني الكمال الحقيقي اكتسبت الحوس بالذات ام بالقياس؟ بالقياس يعني بالمجاز نعم الكمال النهائي هو بالحقيقه وبالذات نعم دور النية في تكامل الانسان يعني الاصل الثالث عشر ياتي ان شاء الله تبيانه اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد